نبدأ بمراتب الدين. المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام بأركانه الخمسة: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج بيت الله. المرتبة الثانية وهي الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة: ثم المرتبة الأخيرة من مراتب الدين وهي المرتبة الأهم، الإحسان. يأتي تعريف الإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أعلى مراتب الدين، وهو أن يغلب على المحسن شهود الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، فيثمر ذلك الإخلاص في العبادة والخشوع. ثم درس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الاقتداء به، نصرته، كثرة الصلاة عليه، اتباع ما أمر به، اجتناب ما نهى عنه. وهي منها أيضا حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر حلمه تجاوزه عن أذى المشركين رغم قدرته عليهم، وعدم عتابه لهم وعفوه عنهم. وفي أكل القرآن الكريم وأرتقي حقوق كتاب الله علينا: إيمان به، تعظيمه، تعلمه وتعليمه، العمل به، تلاوته وتدبره، الاستشفاء به. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما القرآن كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ثم استجاب الصيام سننه ومستحبته. السنن يثاب الإنسان على فعلها ولا يأثم على تركها، ومنها تأخير السحور وتعجيل الفطور. بعض مفسدات الصيام التي تفسد صيام الإنسان مفسدات حسية وأخرى معنوية. من المفسدات المعنوية: الفسوق، الكذب، الغيبة، النميمة. من مبيحات الإفطار: المرض، السفر. ثم نعتبر من قصة أصحاب الجنة المذكورة في سورة القلم من كتاب الله تعالى، وذلك من خلال التدبر في الحدث وأخذ العبرة منه. ثم أفي بحقوق غيري، ومنهم حق الله تعالى، وحق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وحق النفس، وحق الأهل، وحق المحيط والبيئة. كل من لهم علي حق أفي لهم بحقوقهم، امتثالا لقوله تعالى: استقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا فإنه بما تعملون بصير. ثم العبرة الأخيرة من قصة آل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانت هذه الأسرة أول أسرة تفدي روحها فداء للإسلام، حيث استشهدت السيدة سمية زوجة عمار